بالنسبة لي الأستاذة هالة اللي كانت عايزة دعاء بالذرية الصالحة، أنا هأذكر حضرتك بدعاء سيدنا زكريا كما جاء في قول الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فأنت ادعي ربنا بالدعاء، لكن وأنا بدعي أبقى عندي حسن ظن في الله وعندي يقين إن ربنا هيصرف لي ما فيه الخير لي، إداني ما إدانيش دي بتاعته، ما هو أنا هو الحكيم سبحانه وتعالى العليم الذي يعلم ما فيه الخير لي فيصرفه لي بحكمة. إمتى دي بتاعته؟ إدى ما إداش بتاعته، كلها هبة، كل شيء هبة من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يجري برحمته جل جلال الله. فندعو الله، وما اقولش بقى ده انا بدعي ولا يستجاب لي وبقى لي سنين بدعي وما فيش الدعوه بتاعتي لا تجاب. لا، الدعوه بتجاب بصور كتيره، اما بتدخر للانسان ثواب في الاخره او بيعجل للانسان العطاء بتاعها في الدنيا او بتحجب عنه مصائب بسببها في حياته. فاجابه الدعاء ليس في اجابه سؤالي وطلبي فقط، انما اجابه الدعاء اولا اكون انا من الملحين في الدعاء وأنا مستسلم لما يجريه الله علي من تصاريف الأقدار. نسأل الله السلامة.